الشطرنج لعبة جميلة وممتعة، ولكن وراءها أفكار دراسية ربما معقدة. ولكن في هذه السلسلة سنبتعد كثيرا عن كل ما هو معقد ونعطي الشطرنج للمتعة، وسنرى في كل فيديو من هذه السلسلة أدوار قصيرة وأيضا مواقف مثيرة، سواء تكوينات أو نهايات أدوار تنتهي بنهاية مفاجئة. وسيكون لدينا في كل فيديو أحد الضيوف، وضيفنا في هذه الحلقة هو أحد ألمع لاعبي الشطرنج وهو ماكس لانج. وبالطبع كل من يلعب دفاع الفرسين يعرفه جيدا، لأن لديه التفريع المشهور بهجوم ماكس لانج. ورغم أنه لاعب بارع، إلا أنه لم يتفرغ كلية للشطرنج، بل كان بين فترة وأخرى يشترك في أحد البطولات ولابد أن يفوز بأحد المراكز الأولى. وهو أحد نجوم الشطرنج الجميل في عصر مورفي وستاونتون وأندرسون، وسنراه في هذا الفيديو وهو يفوز على أدولف أندرسون. ومن منا لا يعرفه فإنه كان أفضل لاعب في العالم قبل ظهور مورفي، وبعد أن اعتزل مورفي أصبح مرة أخرى أفضل لاعب في العالم. ولكن ماكس لانج لقنه أحد الدروس القاسية بأن الطمع لا يفيد والحلم أصبح كابوس. وقبل أن نبدأ، هيا نرى أحد نهايات الدور الغريبة لملك وبيادئ، وعليك أن تجيب في النهاية هل هي صعبة أو سهلة. في الموقف اللي أمامنا يبدو أن الأبيض في موقف ممتاز، وهذه حقيقة بالطبع، ولكن هنا أريد أن أوضح لك طريقتين للفوز. الطريقة الأولى هي الطريقة العادية، والأبيض يبدأ بـ H6 check King H7، وهنا الأبيض حيلعب King H5، وبالطبع الأسود لا يستطيع تقديم البيضة، وإلا الأبيض حياخده ويرقي بسهولة، ولذلك لابد من تحريك الملك King H8. والأبيض بينتهز الفرصة وبيلعب King G6 King G8 H7 check King H8، وهنا الأبيض بيلعب النقلة الفائزة H6. الملك الأسود لا يستطيع التحرك، وهو مجبر على تحريك البيضة للأمام B5، وهنا بتجي اللحظة الحاسمة. لو الأبيض تسرع وأخذ البيضة حينتهي الدور فورا بالتعادل، لأن الملك الأسود في حالة مات مخنوق، ولذلك الأبيض لا يأخذ بل يلعب النقلة الفائزة A5، والبيضة في طريقه لمربع الترقية، وبعد B4 A6 B3 A7 B2 الأبيض يستطيع الترقية إلى وزير أو إلى رخ بتشيك ميت. ولكن طريقة اللاعبين المحترفين هو لعب الكينج F5، وهو متأكد أن الملك الأسود في حالة زوجزفانج. إذا ذهب للفوز ببيضة الاتش، الأبيض حيتركه يضيع وقته ويقترب أيضا بكينج E5 كينج H5 كينج D5. الملك الأبيض اقترب كثيرا من الأسود، بينما الملك الأسود في طرف الرقعة، وإذا حاول الرجوع الأبيض يكون سريعا للغاية بكينج C7 كينج F6 كينج B6، والأبيض فاز بالبيضة وبدأه في طريقه لمربع الترقية في أمان ويفوز. إذن الاقتراب من بيضة الاتش لا يصلح، ولابد من الذهاب مع الملك الأبيض بكينج F7، والأبيض بيستدرج الملك الأسود بكينج E5 وبيقترب من البيضة، والأسود كذلك كينج E7 كينج D5. الأبيض بيهدد بكينج C6 ويفوز بالبيضة ويفوز، ولذلك الاسود مجبر على لعب كينج D7، وبكده يكون ابتعد كثيرا عن بدء الاتش السالك الذي يلعب H6 وفي طريقه لمربع الترقية، والابيض بيفوز. وبالطبع هذه النهاية سهلة، ولكن السؤال، هل تفضل الفوز باللعب المباشر بالنقلة H6 check، او تفضل الفوز باللعب الرشيق بنقلة مثل كينج F5 وتترك الملك الأسود في حيرة وتفوز في كل التفريعات؟
والآن هيا نرى نهاية أخرى لملك وبيادق. الموقف ده شبيه جدا بالموقف السابق، ولكن الفرق الوحيد ان البيدة ليس في عمود الاتش، ولذلك فهو قريب نسبيا من البيادق الأخرى، ولذلك هنا لا تصلح الطريقة المباشرة بلعب F5، لان الاسود هيلعب كينج F7، كينج E5، كينج E7، F6 تشيك، كينج F7، كينج F5، كينج F8، كينج E6، كينج E8، F7 تشيك، كينج F8. ودلوقتي الملك الابيض هو اللي في زوجزفانج. اذا جاء للمربع F6 انتهى الدور بالتعادل، لان الملك الاسود في حالة مات مخنوق، ولذلك لا يوجد غير الاقتراب من البيدق الاسود لاخذه وترقية بيدق عمود الاي، ولكن لن يجد الوقت الكافي، لان بعد كينج دي 6 كينج اف 7 كينج سي 6 كينج اي 7 كينج بي 6 الملك الابيض وصل للبيدق، ولكن الملك الاسود ايضا قريب، وليس كما هو الحال في المثال السابق على طرف الرقعة، ولذلك يقترب اكثر بكينج دي 7 كينج اي 5، وهنا الاسود هيلعب كينج سي 7، والاسود وصل في الوقت المناسب وهو اسرع في الوصول الى احتلال مربع الترقية. واذا حاول الابيض منعه بكينج اي 6 الاسود لديه المربع الاخر بي 8، ومنه سيحتل مربع الترقية، والابيض لن يستطيع طرده والدور تعادل. اذا الطريقة المباشرة لا تصلح، وتبقى طريقة الفوز عن بعد، والابيض بيلعب كينج دي 5. والنقلة دي نقلة ممتازة، لانها اولا بتقترب من البيدق الاسود، ثانيا بتترك البيدق السالك بيعطل الملك الاسود، والاسود ليس امامه غير لاعب الكينج اف 5 كينج سي 5 كينج اف 4 كينج بي 5. الملك الابيض وصل للبيدق، ورغم ان الملك الاسود ليس على طرف الرقعة ولكنه ما زال بعيدا، وبعد كينج اي 5 كينج اي 5 الابيض فاز بالبيدق، وحيصل للمربع السحري بي 6 وحيقطع الطريق على الملك الاسود، وبعد كينج دي 6 كينج بي 6 الملك الابيض بيقطع الطريق. واذا الاسود كمل بكينج دي 7 كينج بي 7 الملك الابيض بيأمن مربع الترقية، والبيدق بيصل اليه في امان، والابيض بيفوز. والان نصل للسؤال، هل هذه النهاية صعبة ام سهلة؟ حالا الان ميعادنا مع المتعة والمتعة الشديدة، والدور الخالد لماكس لانج، وهو يلاعب افضل لاعب في العالم وهو ادولف اندرسون، ولكن الطمع لا يفيد. ماكس لانج بيلعب بالاسود امام البطل الاسطوري ادولف اندرسون، والدور ده بنسميه الدور الخالد لماكس لانج، وشاهدنا من قبل الكثير من الادوار الخالدة للاعبين مثل كاسباروف او فيشر، ولكن ادولف اندرسون هو لديه الدور الخالد الحصري الذي لعبه امام كيزلسكي، وكذلك لديه دور اخر يسمى الدور اليانع او الدور الدائم الخضرة. اذا اندرسون لاعب من اللاعبين الاسطوريين امام ماكس لانج اللاعب اللامع، واخرجوا لنا هذا الدور الذي سنستمتع به جميعا. واندرسون بدأ بE4 ورد ماكس لانج E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5. دي النقلة المميزة للطابق الاسباني او الراي لوبيز، والاسود لديه الرد الشهير وهو الـ A6 وبيسمى بنظام مورفي، او الرد الشهير ايضا نايت F6 وبيسمى دفاع برلين، وكذلك لديه ردود اخرى، ولكن ماكس لانج كان لديه رد اخر غريب نايت D4. النقلة دي نقلة مفاجئة، طالب الفيل، ولكنها ليست افضل نقلة في هذا الموقف. على اي حال اندرسون كمل نايت دي 4 اي تيكس دي 4 بيشوب سي 4،
وماكس يكمل بنايت اف 6 طالب البيضة، واندرسون لا يستطيع حمايته بالنقلة الطبيعية نايت سي 3 ولذلك لعب اي 5 طالب الحصان، والحصان لابد ان يتراجع الى مربعه الاصلي، ولكن ماكس لانج لم يتراجع انما اكمل بدي 5 طالب الفيل وبيفتح الطريق لفيل المربعات البيضاء، واندرسون تراجع ودلوقتي لابد ان يتراجع بالحصان، ولكن ماكس لانج للمرة الثالثة لديه رد اخر ببيشوب جي 4 وبيحطم القول الشهير لا تطلب وانت مطالب. على اي حال اندرسون لعب ببساطة اف 3 وبكده اصبحت القطعتين تحت التهديد ولابد للاسود ان يخسر مادة، ولكن ماكس لانج للمرة الرابعة له رأي آخر ولعب نايت اي 4 وبالطبع الأبيض لا يستطيع أخذ الحصان لأن البيضة مربوط على الوزير، ولكن الغرابة أنه لا يستطيع أيضا أخذ الفيل لأنه سيخسر فورا بالنقلة كوين اتش 4 تشيك، والملك لو جاء للعمود اف هيتلقى المات من المربع اف 2، وأيضا لو ذهب للمربع اي 2 وحينتهي الدور بالمات زي ما حنرى بعد قليل، ولذلك الأبيض ليس أمامه غير الجي 3 والوزير أصبح مطلوب، لكن بعد نايت تيكس جي 3 الأسود بيفوز ببيضة على أساس أن بيضة الاتش 2 مربوط على الرخ، وأفضل نقلة للأبيض هي الرك جي 1، وهنا الأسود بيلعب نايت اي 4 وبيكشف كش أخرى للملك وليس امامه غير الذهاب للمربع اي 2، وهنا الاسود هيعطيه مات في نقلتين بكوين اف 2 تشيك كينج دي 3 نايت سي 5 تشيك ميت. اذا النقلة نايت اي 4 نقلة جيدة ولكن ليست بهذه الجودة لان الابيض لعب كسل، ودلوقتي لو الفيل تراجع على اساس ان البيضة مربوط الابيض هيكمل بجي 4 وحيبعد الفيل عن الوتر وحيفوز بالحصان، ويبدو ان الاسود انتهت كل الاعيبه، لكن ماكس لانج للمرة الخامسة لعب نقلة غريبة للغاية، يا ترى ايه هي؟ ماكس لانج لعب النقلة العجيبة دي 3 بيترك الاسود ليختار احد القطعتين، لكن هذه النقلة لها مغزى رهيب وهي فتح الوتر المؤدي الى الملك، والفيل اصبح مستعد للوصول للمربع سي 5، وهنا اندرسون طمع في الفوز المادي واخذ الفيل، لكن بعد الدور وجد ان افضل رد هو النقلة كوين اي 1 وبيخلص البيضة من الربط، ودلوقتي طالب احد القطعتين، وافضل رد للاسود هو البيشوب سي 5 تشيك كينج اتش 1 نايت اف 2 تشيك روك تيكس اف 2 بيشوب تيكس اف 2 كوين تيكس اف 2، وده افضل شيء ممكن يوصل له اندرسون، ولكن لا بأس بهذا، لكن اندرسون اعماه الطمع وبدلا من لعب الكوين اي 1 لم يجد اي غضاضة في الفوز بالفيل، ولكن هذه النقلة بها سم قاتل والاسود حيفوز في كل التفاعلات. وكمل بيشوب سي 5 تشيك كينج اتش 1، وهنا جاءت النقلة السادسة الغريبة والعجيبة، يا ترى ايه هي؟ ماكس لانج كمل بالنقلة نايت جي 3 تشيك. الملك لا توجد لديه اي نقلة لان الفيل مسيطر على الوتر، ولذلك لا توجد غير اخذ الحصان، ولكن الاسود وصل لغرضه بفتح العمود اتش وكمل بالنقلة القوية كوين جي 5 طالب كوين جي 6 تشيك ميت اعتمادا على ان الفيل مانع الملك من التحرك، واندرسون حاول يدافع بالنقلة روك اف 5 طالب الوزير، ولو الوزير ذهب للعمود اتش بتشيك الرخ هيغلق العمود وهيخرج فائزا بقطعتين، لكن هذا اليوم كان يوم ماكس لانج وكمل بالنقلة السبعة الأكروباتية، يا ترى ايه هي؟
ماكس لانج لعب النقلة السبعة مع H5، نقلة ممتازة. الأبيض لا يستطيع أخذ الوزير لأن الأسود هيكمل HG4 تشيك، بيكشف كش بالرخ، والنقلة الوحيدة هي الروك H5، والأسود بيكمل روك H5 تشيك ميت، والفيل منع الملك من التحرك، ولذلك الدفاع الوحيد للأبيض هو أخذ البيدق، وبكده ترك الرخ بدون حماية والأسود أخده. ولكن ليس هذا هو نهاية المطاف، الأسود بيهدد بتشيك ميت في نقلتين بالأخذ بالرخ، وبعد الأخذ بالوزير هياخد بالوزير الأسود بتشيك ميت، والأبيض ليس أمامه غير لعب G4، وماكس لانج واصل تألقه الشديد بالنقلة روك H5 تشيك، وبعد G takes H5 لعب النقلة الفائزة كوين E4. الوزير طالب كوين H4 تشيك ميت، وأفضل دفاع هو كوين F3. وهنا ماكس لانج أعلن المات في 5 نقلات، بدأت بكوين H4 تشيك، والأبيض مجبر على كوين H3، كوين E1 تشيك، كينج H2، وماكس لانج كمل في تألقه ببيشوب G1 تشيك. وهنا أندرسون سلم لأن النقلة الوحيدة هي كينج H1، بيشوب F2 تشيك، كينج H2، كوين G1 تشيك ميت. والآن هل تعرفت جيدا على ماكس لانج وكيف أنه لاعبا لامعا، وكيف لا وهو يفوز على بطل العالم بمثل هذا الدور الساحر بعد أن تحول حلمه إلى كابوس؟ وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.